العقرب من بعد ما عانيت من تقلبات بالأسابيع الماضية وأجواء متقلبة ومشحونة بالانفعالات والمتاعب، هيدي نهاية الشهر الحالي رح تطلعك بظروف فلكية مميزة ومتنوعة مع انتقال الشمس للجوزاء، بالإضافة لوجود زحل بالحوت والزهرة بالسرطان. مواقع جيدة جدا بتخلي من هالفترة ديناميكية ونشيطة ومثمرة، بتنطلق بحماس وبتلاقي حظوظ كتيرة قدامك بتنتظر منك المبادرة للانطلاق. لكن بدك تنتبه شوي من السبت من تراجع بالمعنويات، وجود القمر بالأسد بخلي ظروفك طارئة تظهر بحياتك المهنية أو الشخصية، بدك تنتبه لأنه بيكون بانتظارك أعمال كتيرة رح متراكمة بدك تقوم فيها بدون تذمر على مسمع الآخرين، تعامل مع الأحداث بمرونة وذكاء. من جديد تتحسن الأمور، تستعيد هدوءك وبتطمن بالك الأحد والتنين تحت تأثير القمر من العذراء، فما عليك إلا أنك تتسرع بتصحيح الأخطاء والتواصل مع الزملاء لإعادة المياه لمجاريها. كمان عليك أنك تتنازل شوي قبل ما تتعقد الأمور من جديد مع وصول القمر للميزان. 3 و4 يومين صعبين بيخلوا أسوأ صفاتك تظهر للعنان، الغضب، الغيرة، الحسد والملاحظات والانتقادات الهدامة والجارحة، كل هالأمور السلبية ممكن تظهر، حتى أنك رح تكون مستعد لحرق خط الرجعة. بدك تنتبه كتير لكلامك وتصرفاتك حتى ما تخسر ماليا ومعنويا بسبب تطرفك ومزاجيتك. من جديد بتختم الأسبوع بطريقة جيدة جدا مع انتقال القمر لبرجك، بترجع تستعيد الثقة بقدراتك وبتقوم بالخطوات اللازمة حتى تحسن أوضاعك، بتتحرر وبتحرز بنجاح مادي وبتكون عم بتمارس ديناميكية كبيرة. عاطفيا من أجمل ما يكون بعدك عم تتمتع بكاريزما كبيرة بحياتك الشخصية، بحيث بيحمل لك كوكب الحب من برج السرطان الصديق لقاءات شخصية مميزة وتجمعات عائلية، بتقدر تستمتع بالأحاديث والنقاشات وبتقدر تقول إنه هيدا هو أسبوع الرومانسية والعواطف الحارة. العازب رح ينعم بعلاقة رح تنعم علاقتك الحالية بالاستقرار المميز يلي بيزيد من قدرتك على التفاعل البناء مع الحبيب.